أصدقائي الأعزاء، مساء الأنوار، مساء السرور، مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله هذا المساء من قناة صوت الإنسانية، من القلب إلى القلب، بعنوان تصوير إخواننا وجولة جميلة حلوة حقيقة في منطقة الحارثية، وهذا قدامنا مول بغداد. شوفوا إخوان، يعني حقيقة هنا البلدية نقول لهم جزاكم الله ألف خير على هذا العمل، على هذا الإنجاز الرائع حقيقة. يعني شوف الشوارع جدا جدا جميلة نظيفة، شوفوا النشرات الضوئية على النخلات على النخيل وداخل النخيل داخل الجزات الوسطية، شوفوا الورد. أخواننا الأعزاء، أرسل لنا الأخ أبو جاسم من بغداد يقول يا أخي أريدك تكتب لنا موضوع، نعاني معاناة جدا جدا شديدة من المدارس الخصوصية أو المدارس الأهلية. قلت له شلون؟ قال أنا عندي أخويا مسجل أطفال بمدرسة خاصة لأن متمكن وحالته كلش جيدة، بينما أنا متقاعد مدرسة حكومية. يجون أبناء أخويا يسولفون الأبناء عن المدرسة، يعلموهم لغات والرفاهية والبناية والرحلات ويأخذون صور بالمدرسة. ولدي حقيقة جدا متأثرين، يعني بيهم واحد الثالث ابتدائي قام يبكي يقول لي بابا ليش انت ما تسجلنا بيها؟ ليش ولد عمي مسجلين؟ يعني ولد عمي أحسن من عندنا؟ عمي أحسن من عندك؟ يقول ظلينا نعاني احنا من هذه، ليش يجي؟ بينما مدارسنا الحكومية للأسف الشديد، احنا ما نقول ماكو تدريس، لا، جزاهم الله خير الجزاء، المدرسين يدرسون ويتعبون وما مقصرين حقيقة. احنا ما نحكي على هيئة التدريسية، احنا نحكي على البناية ومحتوياتها، من صبورات إلكترونية، من رحلات، من اعتناء، من نظافة، من حديقة، كل شيء كل شيء متوفر بالمدرسة الخاصة الأهلية. زين انتوا ليش سويتوا هاي؟ يعني دا تكدسون أو تكرسون الفوارق الطبقية؟ ليش يا أخوان؟ يعني احنا محتاجين لهاي البلبلة؟ احنا محتاجين لهاي المشاكل بالعوائل وبين الناس؟ وحتى الأطفال بدأ واحد يقول للثاني أنا مدرسة الكذا الأهلية مو مثل مدرستكم الجربة الحكومية، يقول والله هذا الحديث أنا أسمعه. زين ليش يا أخوان؟ بس فهموني ليش. يعني إحنا في غنى عن هاي مدارسنا وأساتذتنا الأفاضل، خرجوا وزراء وخرجوا يعني خرجوا كل المستويات، من كل المستويات خرجوا الأطباء، المهندسين، الوزراء، رؤساء الوزراء اللي كانوا عندنا، وين تخرجوا؟ تخرجوا من مدارسنا، من أساتذتنا العمالقة حقيقة. يعني أنا أقول مدرسين عمالقة بالتدريس، كانوا يذهبون إلى الجزائر يدرسون وباليمن وكل دول العربية، كانوا العراقيين أساتذة يدرسون. ليش هاي المدارس سويتوها أنتوا؟ بس فهموني ليش سويتوا هاي المدارس الأهلية وخلقتونا مشاكل؟ يعني مشاكل إحنا في غنى عنها، يعني إحنا في غنى عنها. أخوان هاي الزوراء شوفوها، هذه الزوراء الحديقة الكبيرة كلش، يعني أكبر حديقة في بغداد هي متنزه الزوراء. شوفوا متنزه جدا فاخر جدا فاخر. وهسه احنا متوجهين طبعا الى شارع او ساحة دمشق في العلاوي الحلة. طبعا اخوان شوفوها الشارع كلش جميل، هاي المجمعات هنا السكنية ان شاء الله نكتب عليها ايضا وننتقد، احنا ننتقد الدولة، هذا موضوع خاص ان شاء الله نحكي عن المجمعات السكنية. هذا المجمع الفاخر، هذا المجمع الراقي، هذا المجمع اللي درجة اولى، يعني ممتاز الممتاز، زين ما يقعد به أي إنسان، وأي إنسان ما يقعد به، مدير مدرسة، مدير شركة ما يقعد به، إلا ناس خاصين أصحاب رتب عسكرية عالية وزراء ونواب. وهذه شوفوها هاي، على كل هذه نحكي به بعدين إن شاء الله. نرجع على موضوعنا المدارس الأهلية، حتى الجامعات الأهلية، يعني الجامعات الأهلية بالله طلابها كبار، يعني ما يعانون إذا رحلة ما موجودة أو فلان شيء، لأن طالب كبير بالعمر ويعرف. ولكن إحنا نجي على الأطفال يا أخواننا الأعزاء، الأطفال
الأطفال الآن يعانون معاناة جدا شديدة. هذا الأخ أبو جاسم، هاي طبعا أخوان الباب الرئيسية للزوراء. ندعو من الله أن نديم النعمة علينا ويديم الخير، ونقول على كل إنسان شريف في كل دائرة حكومية أن يشتغل ويخلص في عمله من خلال مجال عمله، يعني اللي بالصحة، اللي بالتعليم، اللي بالبلدية، بالطاب، وكل واحد يشتغل بإخلاص حتى ننهض بعراقنا. والله عراقنا جنة، شوفوا شوفوا شوارع الحلوة، بس شوية محتاجين إلى نظام، ومحتاجين أيضا إلى التزام، يعني نظام من الدولة والتزام من المواطن. لربما البعض يعني نوهن ذاك اليوم، يعني ولد خابرني، حقيقة أنا ما أريد أحكي هذا الموضوع لأن أنا أحترم هذا الإنسان الخابرني، وقلت له قلت له أنا أحترمك يعني من كل قلبي، حقيقة ما أريد أحكي وراه. يقول حجي يعني أنت تتفلسف بالموضوع من نتعلق وهذه. قلت له يابا أنا شلون أتفلسف يعني، بس فهمني شلون أتفلسف. بالعكس إنسان بسيط، أبسط من البسيط، يعني دا أحكي موضوع بكل بساطة وبكل هذا. يعني أنا شنو دا أبيع وطنيات أكثر منك؟ هاي أخوان شوفوا المحطة العالمية، هاي محطة القطار العالمية في علاوي الحلة، محطة جدا راقية ومحطة يعني كبيرة كلش. شوفوها أخوان، بناية كلش ضخمة، بنت في عهد الملكية في النظام الملكي، زين هاي بنت. هسه أخواننا الأعزاء موضوعنا واضح كل زين، هو المدارس الأهلية تقريبا أصبحت غضب علينا والله العظيم، مو نعمة. مرات أكو مشاريع تكون نعمة ومشاريع تكون نقمة. يسعد مساكم، مساء الفل والياسمين على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. كتبوا آراءكم أخواني، كتبوا اقتراحاتكم، واشتركوا بقناتنا وفعلوا جرس الاشتراك. هذا طبعا شارع 14 تموز، هذا شارع 14 تموز اللي يذهب من 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 يمين المحطة العالمية يذهب إلى ساحة عدن بالكاظمية. هذا شارع 14 تموز، وهذا من الآن على اليسار هذا مطار المثنى اللي كان هو المطار الوحيد عندنا بالعراق. مطار المثنى قبل أن ينبني مطار صدام أو مطار بغداد الآن يسموه. طبعا هذا أخواننا الأعزاء للأسف ما أدري شو أقول، يعني بنوا بيه بنايات هواية، هذا المطار بنايات عسكرية وبنايات جامعات ومجمعات. هذا إن شاء الله هم نتحدث بموضوع ثاني، ونقولكم مع ألف سلامة.